أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقة. الأموات لا يقدرون على شيء، أموات لا يقدرون على شيء أبداً، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هم في عالم وأنت في عالم آخر، فلا تطلب من الأموات شيئاً حجة أنهم لهم كرامات وأنهم يقدرون، هذا باطل. فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل الناس، ما يطلب منه شيء وهو ميت.